السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كلنا عارفين أن المشاكل ما بتخلص ومفيش بيت بيخلو من المشاكل ولا شلة أو أصحاب أو عيلة من غير خناقات. الخلافات ووجهات النظر ده شيء طبيعي ناتج عن الاختلافات اللي بين البشر، لكن اللي مش طبيعي هو ما بعد الخلاف. لو كل خلاف هيحصل بعده قطيعة وهجر يبقى كلها كم سنة، سنتين ولا ثلاثة، وهتلاقي نفسك عايش لوحدك في الكوكب، في عزلة، في وحدة، ومحدش يعرف حد ولا حد هيكلم حد. طيب إيه الحل؟ الحل هو تجاوز الخلافات، الصلح، العفو، التسامح، التغافل. بس المشكلة مين اللي هيبدأ؟ طبعا الشيطان هيشتغل والكبر هيطلع، كرامتي، هو اللي غلط، هو اللي بدأ، ده هو الصغير، ده أنا الكبير. طب إيه الحل؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب، ربنا يرزقنا الستر والصحة جميعا يا رب، ويسترك يا شيخ أحمد يا رب. يا رب. الصلح خير. الصلح خير فعلا، والصلح خير، والتسامح والتغافل. واحنا اتكلمنا في كذا حلقة قبل كده على موضوع التغافل، وهو سنة ان احنا يعني نفوت، ودي حاجة. والتسامح انا عارفة ان دي حاجات مش سهلة لكن هي مهمة جدا. التغافل ده يعني ما تقفش على الواحدة. ايوه. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من يتغابى، يعمل نفسه مش فاهم. ايوه. بس ليه؟ عشان افوت، لان لو وقفت على كل واحد هتعب. اعمل نفسي ما خدتش بالي. وهخلي اللي قدامي يتعب كمان. صح. لكن انا عاوز اسالك سؤال في مساله الصلح والسلام. انت عارفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله من بدا اولى الناس بالله من بداهم بالسلام. يعني أولى الناس بطاعة الله وقربا من الله تبارك وتعالى من بدأ الناس بالسلام. طب ليه؟ ده السؤال، ليه؟ يعني اتنين لما يكونوا متخانقين مع بعض، وبعدين خاصة بقى بين الإخوة بقى، سواء كانوا أشقاء ولا غير أشقاء، بين الأهل، بين الأب، بين الأم وإلى آخره، وبعدين يقول لك لا أنا أكبر منه، هو اللي يجي، ده هو الصغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيخلص الموضوع ده كله بيقول أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ليه؟ أنا بسألك ليه بقى؟ ليه؟ ما انا بسالك انت تظن ليه ان اللي يبدا بالسلام هو الاحسن. لان احنا طبعا السنه وفي ديننا وفي الاسلام انه التسامح هو اعلى الدرجات، ان الواحد يبقى متسامح. يعني معنى كده ان هو قلبه نظيف، وربنا يحب القلب النظيف ويحب التسامح. صحيح. وده بيدل على حاجه تانية كمان، ان ده يا جماعه اللي بيبدا بكده فهو رجل متواضع. متواضع. ما عندوش كبر. ما عندوش كبر طبعا، ده الكبر ده من الشيطان، لان انا اللي ببدا، انا اللي رايح، فعندي تواضع. او لو عندي كبر فانا بكسر حده الكبر اللي عندي دي، وبعدين بنزل كده عشان ابقى متواضع واروح. الحاجه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعه انت اقرب الى الله عز وجل فروح. وبعدين احيانا النبي بقى حد ثلاث يعني حد ايام كده، النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بيقول، طبعا حديث ان اولى الناس بالله هذا رواه الترمذي وابو داود وغيرهما. الحديث الآخر عند البخاري، سيد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ده بيعرض وده بيعرض. طيب وبعدين هنعمل إيه؟ فقال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نشوف مين اللي عاوز يروح وياخد الثواب من الله تبارك وتعالى، وهو يكون أقرب الناس إلى طاعة الله عز وجل ومرضات الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك عشان كده هضرب مثل، قصة جميلة جدا. كانت حصل خلاف بين سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وبين سيدنا محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ده أخو سيدنا الحسين، لكن سيدنا الحسين ابن مين؟ ابن فاطمة، ستنا فاطمة رضي الله عنها. ومحمد بن الحنفية مش ابن فاطمة، يعني أبوهم واحد بس الأم إيه؟ مختلفة. فحصل ما بينهم خلاف، فمحمد بن الحنفية لقى ده قعد يومين اتنين، شوف يعني يومين اتنين وبعدين في خلاف ما بينهم، وخاف الشيطان يدخل أكتر من كده فيبدأ بقى إيه المسألة الطول. فأرسل إلى سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم فقال له إن أبي وأباك واحد، ولا فخر لأحد منا على الآخر، لأن الأب واحد. الأب واحد، لكن أمك هي فاطمة الزهراء، وأمك ليست يعني أمي ليست كأمك. طبع. أمك أنت أعلى. طبع. وأنت صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبت يعني الحفيد. طب ما ده حفيد، ده حفيد ولا مش حفيد؟ لا، محمد الحنفية مش حفيد، لأنه ابن سيدنا علي، بس الثاني حفيد. والصبط يطلق على ابن الابن اصلا، يعني كما يقول علماء اللغه حفيد يطلق مباشر. حفيد مباشر ابن الابنه. فده جدك سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانت خير الناس مني. ف
فإذا وصلك كتابي هذا فقم من فورك إلي وابدأني بالسلام، لأن النبي قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. شوف 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 إجابها إزاي، اللي هو أنت أفضل. طب أفضل فين؟ أبونا واحد، وما فيش حد هيفتخر بحكاية الأب، لأن عالي وهو عالي خلاص. طب وأما الأم، أمك أفضل من أمك. ليه أمك أفضل؟ لأن أمك فاطمة. الحاجة الثانية، أنت سبت النبي، حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مش حفيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يوصلك بقى الكتاب بتاعي ده، تقوم على طول من فورك على طول، ما يعني ما تفكرش وتقول لي السلام عليكم، عامل ايه يا محمد، اخبارك ايه، كويس، طمني عليك. ليه بتقول الكلام ده؟ قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام. فشوف اللي هنا الايثار كمان، يعني هو ما قالش ايه وعشان النبي قال خيرهم فانا اللي هبدا انا اللي احسن، فهو بيقول له انا عاوزك انت تفوز بالفضل ده، لانك انت افضل مني في كل الايه، في كل الاحوال. فهو ده يا جماعة بيعلمنا معنى التواضع، وكمان بيعلمنا معنى الإيثار، وبيخلي فيه سلام. خاصة السلام الاجتماعي مهم جدا في داخل الأسر أو في المحيط اللي احنا عايشين فيه، سواء كان في الشغل، سواء كان في الأسرة، سواء كان وهكذا. ده السلام الاجتماعي ده بيعلي من قيمة الإيه؟ من قيمة الإنسان. والتنازع والفرقة تؤدي دائما إلى الفشل، حتى لو كانت داخل أسرة إيه؟ أسرة واحدة. ولذلك سبحان الله، لما بتشوف مثلا تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة، هنلاقي ده موجود بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بس دايما ويؤثرون على إيه؟ على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم. حصل خلاف ما بين مرة سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسيدنا عثمان كان يخلي سيدنا علي لما كان يجي يشوف كده سيدنا علي، يروح قاعد سيدنا عثمان الأول ويخلي سيدنا علي هو ليك. ليه؟ عشان علي هو اللي يقول له ايه، هو اللي يبدا يقول السلام عليكم. بتعمل كده ليه يا عثمان؟ قال لان النبي قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام وانا احب عليه. فشوفي الجمال رايح فين. احنا بقى لو ما بين الاخوه وعرفنا ده، اللي هو يا جماعه انا ده تواضع، وانا اقرب الناس الى الله عز وجل، وانا هفوز بقضيه الايثار، والله عز وجل يقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. تخيلي البيت هيبقى عامل ازاي لما مش هيبقى فيه مشاكل. وبعدين النبي حد كام يوم؟ 3 ايام يا جماعه، وقال لا يحل، يعني ما ينفعش، حرام يا جماعة إن إحنا نهجر بعض فوق 3 إيه؟ فوق 3 ليال. طيب معانا أول تليفون، أم فهد، أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. إزاي حضرتك، عاملة إيه يا مدام دعاء؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. إزاي؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، نحمد الله. أنا بس كنت واقعة في مشكلة وعايزة الشيخ يدعي لي، يعني نسأل الله عز وجل أن يفرج عنك يا رب. يا رب يا نسأل الله أن يفرج عنك. حتى ينفع أخد رقم حضرتك؟ حتى أنت سيبي رقمك، سيبي رقمك يا حبيبة قلبي، وفريق البرنامج إن شاء الله يتواصل معك. حاضر إن شاء الله. نسأل الله أن يفرج عنها يا رب. يا رب. ونسأل الله أن يذهب الهم والغم ويرفع الكرب يا رب، عنها وعن كل السادة المشاهدين يا رب العالمين، وعننا جميعا يا رب العالمين. ومعنا صفا، أهلا يا صفا. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. أيوة أنا بقول لحضراتكم أسألكم سؤال وأدعيلكم. اتفضلي. ما معنى الإنابة وما هي أوصاف القلب المنيب؟ وعاوزة أدعيلكم. يلا بسم الله. ادعيلنا يا حبيبي. يا رب انصركم على كل من يعاديكم، واكفيكم شر كل من يؤذيكم، وارحمكم من جميع الأسقام، ووفقكم لكل ما يرضي الإله. نسأل الله كريم أن يستركم في كل وقت، ويحفظكم من كل ما يضركم، ويسر عليكم كل باب مغلق، ويعينكم على الدوام في عمل المعروف. وسأل المولى القادر أن يثبتكم على الإيمان ويحيي قلوبكم بذكر الرحمن. آمين. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا رب. صفات القلب والنية دي هتحتاج حلقة كاملة، بس خلينا نقول الإنابة دي درجة من درجات أعلى من درجات التوبة، والله عز وجل ذكرها في أكثر من آية في كتابه، من ضمن الآيات اللي هي في سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هي العودة والرجوع والتوبة الحقيقية إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن صفات الإنسان المنيب ده تحتاج إلى حلقات، مش حلقة واحدة إن شاء الله، ممكن نفرد لها حلقات إن شاء الله بإذن الله. معانا تليفون. أستاذ عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
لو هنوطي التلفزيون بس شويه يا استاذ عبد الرحمن. اخواتي اصلا مؤاخذة واخدين ورث بتاع ابويا سيدنا عماره، وهم ظروف ابويا عامل ورق وكلام من ده، هم صالحنا دكتور اننا ايه. هو بص هو حضرتك الصوت مش واضح، بتقول انت كان عندك مشاكل مع اخواتك وبعدين اتصالحتوا؟ بعد ما هم صلحتهم وبتاع وكلام من ده، بس هو مش عايزين حقي، فانا قلت كل واحد يبقى في حاله. وقعد اخويا جاري محل جيت اعمل حاجه، طلعوا اولاد ضربوني، كانت مشكله. وبعد خوف على العيال سامحتهم يعني، رفعت عنهم وبقيت في حالي. بس ان الاولاد يمدوا ايدهم عليا مخليني في حالي عنهم. ده يعني انا الشيخ بيقول مؤاخذه يعني. بص ماشي، هو الصوت مش واضح قوي، مش عارفين نفهم قوي الكلام، لكن يعني هو مشاكل ورث وحصل مشكله وحصل ضرب وخناق وضرب وكده صح؟ وبعدين انت اتسامحت؟ وبعدين انت اتسامحت؟ انا سامحتهم بقى، بس الخوف على اولادي وميت حالي. تمام، مفيش حل لو خفت على اولادك فسامحتهم، ايه السؤال بقى؟ السؤال انا مش عايز يعني مش عايز اتصل بيهم ولا اي حاجه، عايز كل واحد يبقى في حاله. بس انا دلوقتي تقولوا خيركم هيبدا بالسلام. هم مد ايديهم عليا دكتوره. ماشي فهمت حضرتك. طيب هو دلوقتي حصل المشكله لدرجه ان هم مدوا ايدهم على بعض يعني ضرب يعني، وخلاص هو سامحهم بس قاطعهم يعني مش عايز مشاكل، وطبعا حاسس ان كبير عليه يعني ان هم يضربوا وبتاع. فبيقول ان دلوقتي الشيخ بيقول خيركم من يبدا بالسلام. طب انا اعمل ايه؟ هو مش انا اللي بقول ده، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال خيرهم الذي يبدا بالسلام. لا شك ان النفس البشريه الله عز وجل اراد ان يربيها، يعني دي تربيه للنفس البشريه اصلا، لان النفس البشريه مش كل حاجه بتتمناها تنولها على طول بالطريقه دي، اللي انا خلاص انا هم اللي يجوا، هم اللي ضربوا، هم اللي اعتدوا، وهم فانا بالتالي مش هقدر اروح. لا، ده شيطان بيدخل، وبالتالي الله عز وجل يريد ان يربي النفس البشريه. فلما بيبدا يربي النفس البشريه اول حاجه بيربيها على مين؟ اولا على النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم بعد ذلك على الصحابه الكرام رضي الله عنهم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول كده بعدما عذب عليه الصلاه والسلام وسخر منه، قال اللهم اغفر لقومي فانهم ايه؟ فانهم لا يعلمون. ولما حصل ونزل ملك نزل جبريل وقال يا رسول الله ان الله ومعي امرني ومعي ملك الجبال، اللي هو ان اطبق عليهم الاخشبين لاهل الطائف، لفعل. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يسامح صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله رباه على ذلك، قال عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك بشيء. الحاجة الثالثة رب الصحابة على كده، لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم الدين في كتاب الله في سورة النور، فمن مصطح ابن أثاثة، وكان ابن خالد سيدنا أبو بكر، وكان بينفق عليه كل شهر، وتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة، يعني على الأقل خلى عندك يعني شوية دم يعني كده، وما تتكلمش في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك لأن أبوها بيصرف عليك، لكن خاض في حقها وغضب أبو بكر. ليه غضب؟ لأنه نفس بشرية. لكن هنا أراد الله أن يربي نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن يعلي من أبي بكر رضي الله عنه، فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم من السعي يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله في سورة النور، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم سامح مصطح وأعاد النفقة مرة ثانية. كل ده ليه؟ لأن عينه على الإيه؟ على جنة عرضها السماوات والأرض. تمام، معانا تليفون. استاذ محمد اهلا وسهلا. ايوه اتفضل. حضرتك دلوقتي انا معايا مبلغ من المال، فكنت عايز اطلع له زكاه مال، فالمبلغ ده انا عامل فيه في البنك شهاده استثمار، فبتطلع لي كل شهر فلوس، في ساعات بصرف منها وساعات ما بصرفش منها، عشان انا شغال في شركة يعني على قدي، فبصرف من ساعات من العائد ده أو ساعات ما بصرفش. فدلوقتي أنا هطلع على الأصل 2.5 ولا هطلع 10% زي ما أنا سمعت من شيوخ قبل كده؟ فأنا دلوقتي مش عارف أنا أعمل إيه. ماشي، هو الأصل اللي أنا أنظر فيه نهاية السنة، ولو كان المال اللي موجود دلوقتي في ده بلغ النصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب، فبطلع 2.5 إيه؟ 2.5% ده في نهاية إيه؟ بنهاية العام، لكن بشرط إذا بلغ المال الإيه؟
إذا كان المال بالغا للنصاب. نعم، وحال عليه الحول. طيب معانا وفاء. ايوه ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا. انا زيك يا شيخ. الله يخليك، الله يحفظك يا رب ويكرمك. الله يخليك. انا ام عندي 60 سنه. الله يحفظك. وابني الكبير دايما يعني هو متعلم كويس وكله مجتمع بيه كويس، فجأة كده بعد ما طلع من الجيش حاجة تانية خالص، كل ما بيتنفس بيتحول لإنسان تاني خالص. ماشي يا حبيبي. يعني لو واحد تاني ويشتم بقى كده. بيشتم بيشتم حضرتك؟ هو مش قريب من ربنا في السماء يعني. بيشتم حضرتك؟ اه ممكن. طب والده فين طيب؟ والده موجود. مع حد؟ يعني هو بيجي يكلمه وبرضه بيتنفس بس ما بيقولش لبابا حاجه زي اللي بيقولها انا حاجه بابا حاجه. ماشي يا حبيبي. هو مش عارف هو متجوز. بصي يا وفاء، انت سؤالك يعني احيانا بيجي لنا الاسئله شبه كده، انه مثلا الولاد بعد ما بيعدوا من سن المراهقه بتبدا الام، وكل واحد بقى بيتفاوت في السن، بتبدا الام تحس انه هو ده ابني، ده انا ما ربيتوش كده، هو ازاي متغير كده، هو ازاي مثلا بقى عنده اصحاب سوء، هو ازاي بقى بيشتم، هو ازاي ما بيصليش، هو ازاي بيشتمني، هو ازاي بيسهر، او يعني. طب الخطا بيبقى منين؟ للاسف في امهات. انت شايفه الخطا منين؟ ممكن من التربيه. صح، هي لا شك هي الاصل التربيه. كان احد مشايخنا الكرام عليهم رحمه الله بعت سؤال وقال له ابني ما بيصليش وعمره الان 19 سنه. قال له جاي بعد 19 سنه تسال هو ليه ما بيصليش؟ اين انت؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد وعند ابي داود قال علموهم الصلاه وهم ابناء ايه؟ سبع. علموا اولادكم وهم ابناء سبع، واضربوهم عليهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والضرب هنا مش الضرب اللي هو الناس فاكراه، هو لا يزيد اصلا على ثلاث ضربات اصلا باي حال من الاحوال، يعني الا في حد وحدود الله. يعني. اللي هو الايه اللي انا زعلان منك يعني. اللي انا زعلان منه، وقد يكون العقاب بالهجر اللي انا ممكن امنع عنه المال مثلا، ما ادوش مصروف ولا حاجه. على اي حال الولد نقول له اتق الله رب العالمين، ما اعرفش سمعنا ولا لا. والعقوق ده بالذات يعني معصيه من المعاصي الكبيره جدا التي لا يتسامح فيها أبدا على الإطلاق، إلا إذا سامح الوالدان، يعني إذا سامح الأب والأم أو سامح الأب أو الأم، عشان الغلط شوفي رايح فين. والله عز وجل ما قرن، شوفي لا يقرن سبحانه وتبارك وتعالى بعبادته مما يأمر بطاعة يقرنها بعبادته، فهذا يدل على أهمية الطاعة دي وعلى أهمية الأمر اللي هو بيأمر به. فالله عز وجل قرن بعبادته اللي هو إيه؟ قال وبالوالدين إحسانا، قال ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وهو الأم عليها أن هي تقعد معاه وتتكلم معاه وتشوف حد من الصالحين يتكلم مع الولد، وتبدأ تدعو الله عز وجل فلا يرد البلاء إلا الدعاء. ربنا يهدي يا رب كل ولدنا يا رب. بشكرك يا شيخ أحمد في نهاية فقرتنا، ربنا يكرمك. شكرا لك. ومشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. لسه بنتكلم في سلسلة يحبهم ويحبونا، وهنعرف شوية حاجات لو حصلت تعرف ان ربنا بيحبك. للأسف بعض الناس بيقول مثلا انا ربنا اداني وسع عليا عشان بيحبني، في حين الموضوع مش كده خالص. ورحب بضيفي الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا بك. يا مرحبا يا استاذ، الله يبارك فيك. ربنا يكرمك. الله يكرمك. ماشي، انا ممكن اقول انا دلوقتي ربنا رزقني رزق كبير قوي فهو كده بيحبني، ليه ما ينفعش اقول كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليه ما ينفعش اقول كده؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال لنا كده. قال لنا يا جماعه ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن يحب. تاني، والله عز وجل يعطي المال لمن يحب
ومن لا يحب. ولذلك هتلاقي ناس يعني بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، ناس مش مسلمة ومعها المال وربنا موسع عليها وبيعطيها من وسع، وعندها أحدث العربيات وأحدث الموديلات، وعندها اللي مش عند حد، وهو ده مش مسلم أصلا. وقد يكون مسلما لكنه على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، ما بيصليش ما بيركعهاش. والناس يقول لك إيه يا أخي ده فلان ما بيصليش وربنا مديله، طب أنا أبقى زي فلان؟ لا، اوعى تفكر أن حتى ده لو معاه فلوس ملايين ومليارات الدنيا إن هو كده ربنا بيحبه. لا، الله سبحانه وتعالى يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، لكن الإيمان لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا من يحب. خلينا بقى نشوف إيه الأمارات أو العلامات التي لو حدثت وتحققت يشعر المؤمن من خلالها أن الله يحبه. ماشي، يعني إيه الحاجات اللي نعرفها دلوقتي مع الشيخ أحمد علوان اللي لما نحس إن هي موجودة في حياتنا تمام. نعرف بقى كده إن ربنا بيحبنا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. رقم واحد، الله سبحانه وتعالى أعطاه الإيمان، وفقه إن هو بقى مؤمن أو مسلم، وبعدما وفقه للإيمان وفقه للطاعة. إن أنا أصحى الفجر كده وصلي يبقى أنا ربنا بيحبك عشان يوفقك لطاعته تمام. والإنسان عندما ينجو من النار أو من عذاب النار، وحينجو من النار أو من عذاب النار بإيه؟ بطاعته. طالما أطاع الله سبحانه وتعالى يبقى ربنا سبحانه وتعالى وفاه للطاعة، وطالما وفاه للطاعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. لما النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، الغلام اليهودي لما راح يزوره قعد عند رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فإذ بالغلام ينظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. يبقى ده نجا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحبه عشان نجا. وهو على فكرة مش اللي لا، هو ده أكيد عنده الحماسة، عنده الحمية، عنده الحب، هو كان نفسه وكان منتظر اللحظة فربنا سبحانه وتعالى وفاه. زي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، سيدنا عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فكان أحبهما إلى الله من؟ سيدنا عمر بن الخطاب. اللي هو لما يعني بيقولوا ده عمر أسلم، فرد بعض الناس قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. وأسلم سيدنا عمر وكان وظل أو كان ثاني أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين بعد سيدنا بكر الصديق تمام كده، وهو مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة وفي الحياة البرزخية وفي الآخرة تمام. لما جاء رجل مقنع بالحديد، يعني وشه متغطي بالحديد مش معروف، وحابب يدخل في الإسلام، وكان في معركة، النبي عليه جه النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول يا رسول الله أقاتل أم أسلم؟ قال له أسلم ثم قاتل. خلي بال حضرتك، أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل، يعني ما خدش إيه؟ ما خدش يوم في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. يجي واحد يقول طب والناس اللي مش مؤمنة دي، الله سبحانه وتعالى يعني لما ربنا عز وجل وفق الصحابة إن هم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام علم أن فيهم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولذلك ده توفيق من الله سبحانه وتعالى للإيمان، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى للطاعة والعمل الصالح. عشان كده بنقول أنت لما تكون موفق في عبادة وتأدي عبادة أشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها لأنه هو الذي وفقك لها. ماشي، يعني أنه الواحد لما يحس أنه هو بيعمل العبادات كويس ده توفيق من الله، هو ده التوفيق من دي ربنا. دي علامة من علامات حب ربنا، كده من ربنا بيحب الواحد. لما الواحد يبقى منتظم على الصلاة أو على الصيام أو على القرآن أو على الصدقة، بيحب يطلع كده فلوس لله، بيحب العمرة والحج. صحيح، يعني بيحب الحاجات اللي فيها خير، يحب يفرح قلوب الناس. صحيح، يعمل العبادات، يحافظ على الصلاة، يقرأ القرآن، يسمع كلام والده والدته، يعامل زوجته معاملة كويسة، الحاجات اللي هي فيها كلها ما يبتغى منها الثواب والأجر، فيها إرضاء لربنا سبحانه وتعالى. يعرف كده يبقى دي أول نقطة، دي أمارة من أمارات الحب. تاني حاجة تمام، تاني حاجة تعجيل العقوبة في الدنيا. واحد ولا واحدة كل شوية يجي لها برد، مش عارف وجع في سنانها، وجع في رجليه، ومش عارف إيه. بالعكس، ربنا بيحبك، ما تزعلش من كده. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه،
وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. طب أنا هسألك دلوقتي يا أستاذة دعاء، تحبي تبتلى في الدنيا ولا العقاب بتاع الذنب ولا المعاصي اللي اتعملت من سنة ولا سنتين تتأجل الآخرة؟ ولا ده ولا ده. أحب ربنا يسامحني في الدنيا وفي الآخرة يا رب. جميل. استغفر الله العظيم. طيب. وأتوب إليه. صلى على النبي. تعرف إن العلماء بيقولوا في عقوبة في الدنيا وفي عقوبة في الآخرة، وفي حاجة أعلى من الاثنين، عفو الله سبحانه. أيوة إن شاء الله. إحنا بقى دايما إيه دايما بنبقى طمعين مع ربنا، إن ده الملك. جميل. مهما ادينا من ملكه هو الملك. لا أنت كده غلبتيه. مش شفت بقى، مش هيقلل من ملكه ولذلك شيء. فعشان كده دايما الواحد زي ما الرسول علمنا، أما تدعي الجنة ادعي بالفردوس الأعلى. صحيح. أما ادعي حاجة من ربنا ادعي بالمغفرة وبالرحمة وبالجنة. صحيح. إن شاء الله ربنا يرحمنا يا رب كلنا ويغفر لنا كلنا وكلنا ندخل الجنة. محدش خالص يخش الجنة. سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين. يا رب. لأن والله يعني احيانا كده الواحد بيخش المطبخ فيعمل حاجه على البوتاجاز او يفتح فرن البوتاجاز، مش جعان ولا حاجه بس اللي هو ايه زوجتي مشغوله فشوف حاجه مثلا اطمن على حاجه، فالواحد يشوف صهد الفرن بتاع البوتاجاز والله العظيم حاجه يعني تهبل. اللهم عافينا يا رب وبعد عنا. خلي بال حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، وده الصهد بس بتاع الايه، الحراره بتاعه الفرن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. اللهم عافينا ان شاء الله جهنم دي يا رب، ولا نشوفها ولا نسمع صوتها ولا نشم ريحتها. اللهم امين. فتعجيل العقوبه في الدنيا ده شيء كويس، بس ما حدش يطلب من ربنا. أيوة. ان يا رب عجل عقوبتي في الدنيا. ما حدش يطلب الابتلاء. تمام. بالعكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مره عاد رجلا فوجده مثل الفرخ. مثل الفرخ يعني انت عارف الفرخ المبلل والباين عليه تعبان وكمشان كده، الرجل من التعب ومن المرض مش قادر. فنعصا فهم قال له هل دعوت الله بشيء أو سألته إياه؟ قال نعم. قال له دعوت بإيه؟ قال له قلت يا رب اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تقل هذا. خبر. ألا قلت؟ أو قال له لا تطيقه. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الدنيا حسنة العبادة والعافية. العلماء قالوا في الآخرة حسنة الجنة والمغفرة وقنا عذاب النار. حضرتك قول الدعاء ده تاني لأن الدعاء ده مهم جدا إن احنا دايما نقوله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العلماء يقولون أو يعني أوضح التفاسير والشرح لهذا الحديث، الحسنة في الدنيا عبادة وعافية، تعبد ربنا سبحانه وتعالى وأنت معافى صحتك حلوة، وفي الحسنة في الآخرة أن تدخل الجنة وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. عايز أقول نقطة مهمة قوي. طب ممكن واحد ربنا يديله ومش بيصلي وعايش ولا يبتلى، ده يحذر ما بيصليش بيرتشي، ممكن بيأكل أموال الناس بالباطل، وسنة واثنين وثلاثة ما جالوش حتى دور برد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. يعني اللي تعرفه اللي هو إيه، هتبقى وعيته معلم بالله ربنا. خلي بالك. وتلا رسول الله قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى يحضر ده، ما يفكرش مثلا انا خلاص وطالما ربنا مديني بقى وانا ما بتعبش ومش عارف ايه خلاص ربنا بيحبني. يقول لا، احذر، انت على حذر، قد تاتي ساعتك او ياتي ابتلاؤك بغته وقد تموت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا وان يحسن خاتمتنا. يبقى الحاجه الاولانيه ان انا اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني، ان ربنا يوفقني للايمان ويوفقني للطاعه والعباده. واحد. اثنين، تعجيل العقوبه في الدنيا. ثلاثه، الابتلاء. واحد مبتلى، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. دي بقى اللي هي الامتحانات. ساعات احنا بيجينا امتحانات في الدنيا وربنا بقى بيشوف قريب. نجحت في الامتحان. صحيح. ولا سقطت في الامتحان. صحيح. اللي يرضى أو اللي يسخط. نعم، يرضى طبعا. والإنسان يبتلى على قدر دينه. أيوه. لقمان الحكيم يقول الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء. فأنت على قدر بقى إيمانك وثقتك ورضاك بما قسم الله سبحانه وتعالى هيكون ابتلاك. وربنا سبحانه وتعالى إذا شدد لك البلاء فاعلم أنك صاحب شأن عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يرحمنا جميعا يا رب. يا رب.
احنا نشوف دلوقتي مع مشاهدينا اول تقرير خير من تقارير مؤسسة سقيا الماء ونرجع نعلق عليه. أجمل شيء إنك تترك لك أثر طيب ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني بيدعى ربنا سبحانه وتعالى إنه الناس تذكره بالخير ويبقى سيرته حلوة. وبعدها قال إيه؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا سلام يا سلام لما الإنسان يدعو إن هو يبقى ليه حاجة بعديه بعد ما يموت تبقى تدر عليه نفع وتدر عليه خير وتدر عليه حسنات، هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. خلاص القيامة هتقوم، انت هتعمل ايه؟ بس ده اللي جاي بعد. لما ملك فارس مر على أحد الناس وكان عجوزاً ربما بلغت 90 من عمره دكتور صالح، وبعدين بيقول له بتعمل بزرع زيتون، قال له الزيتون ده أنت مش هتشوفه، ده أنت عندك 90 سنة خلاص رجلك والقبر زي ما بيقولوا، والزيتون ده بيقعد سنوات سنوات، يعني في زيتون ممكن يقعد 1000 سنة و2000 سنة. فبيقول له أنت بتزرع الزيتون ده لمين؟ قال له هم زرعوا ونحن حصدنا فأنا أزرع لكي يحصد من يأتي بعد. ولذلك الرسالة اللي نبعتها قدم لنفسك خيراً وأنت مالك مالك من قبل أن يأتي يوم ولون حالك حالك. النهاردة أنت تقدر تعمل خير وتقدر تتصدق سواء مع مؤسسة سقيا الماء أو مع غيرها من المؤسسات، إحنا بفضل الله شغالين وموجودين على الأرض وبنشوف على أرض الواقع مع مؤسسة سقيا الماء. بس إحنا كمشايخ وكدعاء لما بنيجي ندلكوا على الخير، اعمل خير مع أي حد، اوعى تيجي الدنيا وترحل منها بدون ما تسيب أثر. رب العباد قال نكتبوا ما قدموا وآثارهم. في ناس هتيجي الدنيا وترحل ومحدش هيفتكرها، واحنا النهارده واحنا في قرية سقيا الماء 2 في وادي النطرون بعد 1400 سنة واحنا واقفين في وسط الفسايل في وسط هذا الخير اللي بفضل الله موجود وبفضل حضراتكم وبفضل تبرعاتكم ومشاركاتكم بعد 1400 سنة. فضيلة الدكتور أحمد، فاكرين سيدنا عثمان بن عفان اللي عمل أول وقف لله، اللي أوقف بير لله وجنب البير بقى فيه قرية نخل وقف لله، وفضلت القرية دي تكبر وتكبر إلى الآن إلى يوم الناس هذا، موجود في مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف سيدنا عثمان بن عفان، بيتصرف منه على الغلابة وعلى المساكين وبيتصرف منه على مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين، يلا مكملين في الخير والدل على الخير كفاعله. ممكن حد من اللي بيشوفنا دلوقتي يكون عمل صك ومش قادر يعمل تاني، خد الأرقام وصورها وبعتها لحبايبك، انت هتلاقي في ميزان حسناتك حاجة انت ما عملتهاش بس دلت عليها. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته. اترك أثر طيب لك في حياتك. لو انت دلوقتي بتشوفنا وعاوز تعمل حاجة لوالدك اللي مات وما عملش حاجة، او لوالدتك اللي ماتت وما عملتش حاجة، اعمل لها واعمل لنفسك انت كمان، اترك أثر علشان يتكتب لك عمر جديد بعد وفاتك مع مؤسسة سقيا الماء وصكوك النخيل وأنشطة الخير وصلاة مياه آبار صكوك نخيل شجر زيتون. أي خير اعمله تترك أثر لك في حياتك قبل مماتك. فأكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل اللي ريعه ودخله هيصرف على كل أبواب الخير وهيوفر لكتير من أهالينا حياة كريمة. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.
يعني شفنا كده في نهاية التقرير الصورة بتاعة المزرعة بتاعة مؤسسة سقيا الماء في يعني نقطة خضر دايرة خضرة كده مكان أخضر في وسط الصحراء دبير دبير احنا حفرينه بحيث يبقى فيه مياه تخزينية يعني نحتاجها لأن طبعا المكان صحراء فاحنا عايزين يبقى فيه خزين من الماء طبعا هنستعمله هنسقي بيه حاجات يعني حياتية الناس اللي قاعدة بتشرف على القطعة اللي حضرتك شفتيها دي أو المكان المحفور ده بير محفور فيه مياه أيوة المكان المحفور بير وهي نفسها يعني رقعة خضرة في وسط الصحراء النخل يعني لا عايز أقول لحضرتك على حاجة أول ما نزلنا المكان ده كان صحراء ما فيهوش أي حاجة والحمد لله الحمد لله حضرتك شايفة كده الأربع تناف نخلة ما شاء الله منورة ويعني لما كنا موجودين في رمضان برضو شفنا النخل كده ما شاء الله بدا يخضر ويزهز كده وقعدنا بقى ايه نتخيل ان النخل ده يكبر ويطرح والارض دي كلها يبقى ما شاء الله فيها خير فيعني والناس اللي ساهمت وتبرعت وعملت صكوك وتروح تشوف ده بعنيها بصراحة يعني هيبقى الوضع مختلف تماما 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 يعني المكان ده هيشهد لهم يوم القيامة والمكان ده وأي حاجة عملوها في ميزان حسناتهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا مشاهدين. ضعف محافظة إنا وحبيت إن أنا أكون مع مؤسسة سقيا الماء في العمل الخيري الجميل الكامب الجميل المتكامل ده النهاردة في أسقف منازل زي ما أنتوا شايفين الحاجات أهي موجودة الحديد والأخشاب علشان هيتعمل تسقيف للمنازل المحتاجة سراير ومراتب علشان برضو المنازل المحتاجة وكمان لجهاز العرايس في كمان لجهاز العرايس وبرضو للأسر المحتاجة أجهزة كهربائية في بطاطين في توزيع مواد عينية يعني مثلا زي كده شنط رمضان اللي هي فيها كل التموين بتاع الشهر في توزيع كمان لحوم طازة في توزيع إطعام مطبوخ في وصلات مياه وكمان توزيع بطاطين أنا سعيدة إن أنا النهاردة موجودة مع حملة ومن أحياها في محافظة إنا حلو قوي يلا ربنا يكرمك ربنا احنا طبعا دلوقتي في محافظه انا مع مؤسسه سقيا الماء وكامب الخير وانا برحب بسياده اللواء اشرف الداوودي محافظ انا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك احنا طبعا دلوقتي جوه بيت حاله من الحالات اللي بيتركب لها سقف وطبعا ربنا يكرمك على طبعا الرعايه للمشروعات مؤسسه سقيا الماء لا طبعا احنا النهارده يعني في نموذج مشرف لعمل المؤسسات والجمعيات
المجتمع المدني اللي هي الحقيقة ليها دور يعني وليها باع طويل في محافظتنا من خلال أعمال كثيرة، وطبعا من ضمنهم مؤسسة سخية الماء. الحقيقة طبعا احنا تشرفنا بيهم من حوالي شهرين في افتتاح قرية الزهنات بالضبط كده في دشنا، وطبعا ده كان عمل مشترك بينكم وبين مستشفى السرطان 57-357. والحقيقة والعديد والعديد يعني برضو كنا بنسلم لأبنائنا في صمتة المراكب، وكان في 30 منزل احنا شايفين طبعا في تأهيل منازل. فطبعا يعني طبعا احنا بنشكر المجتمع المدني على دوره في محافظتنا اللي هو طبعا يعني ايادي بيضاء وعمل حقيقة مشكور عليه، واحنا طبعا بنتمنى يعني مزيد ومزيد. واحنا طبعا زي ما احنا عارفين احنا حاليا في مبادرة رئاسية، سيد الرئيس امر بحياة كريمة داخل 5 مراكز في محافظتنا. هنحول كل قرى محافظتنا ان شاء الله لقرى حياة كريمة، بمعنى ان هي تنمية مستدامة، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، ثقافية، بيئية، كل النمو ان شاء الله. وبالتالي هتبقى محافظتنا محافظة الحقيقة يعني بتنافس ان شاء الله. وده برضو كله بيقول بيظهر للعيان ان دلوقتي الدولة، سيد رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية كلها بتهتم بالمواطن البسيط والمواطن الفقير، وبالتالي هم متواجدين في محافظات الصعيد، وهنا مثل واضح الحقيقة في محافظة إنا. ربنا يكرمك على كل المجهودات في المحافظة ويتقبل من الجميع يا رب. يعني شكراً لحضرتك. شكراً لك. كلنا بالخير نحيا، ساعدنا وساهم معنا ومد إيدك بالخير لينا، أهالينا لهم حق علينا. في مؤسسة سخية الماء أبواب الخير كتير، اوعى تحرم نفسك أجر وثواب عظيم. مؤسسة سخية الماء، نعمل من أجل الإنسان. ومعاك مرة تانية شيخ أحمد على الهواء مباشرة بعد ما شفنا طبعا تقرير الخير، وده كان رحلة الخير في محافظة إنا. الخير اللي هو بيدل على ان المؤسسة الحمد لله رب العالمين بتنوع نشاطها، بتنوع خيرها، لان يعني برضو الناس المتبرعة ومساهمة بصراحة بتساعدنا ان احنا نفتح مجالات. يعني هو اذا كان الاساس عندنا المية، سواء كانت وصلات، خطوط، ابار، وان شاء الله في فكرة جديدة نعملها في الابار غير الابار التخزينية باذن الله. بعد الطفر اللي احنا عملناها في الابار التخزينية، يعني كانت السبق لمؤسسة سقيا الماء مش البير العادي اللي بيتعمل الناس تملى وتنزل الحبل، لا، موضوع الحنفيات، وكمان طورنا ان احنا خدنا وصلة من البير للبيت، فعشان الناس ما خلاص ما تقعدش بقى يروح ويشيل ويحط، لا، الحنفية وصلتك لحد عندك. فالخير اللي كان في التقرير ده والتنوع ده، ان تجهيز عرايس، شنط، لحوم، سراير، مراتب، أسقف للبيوت، كل ده التنوع اللي هو يعني إذا كان أساسنا مية بس لما بيبقى في أزمة موجودة في مكان زي الصعيد ده فينا إن شاء الله نبقى موجودين فيه. وفي العيد عيد الفطر اللي فات بفضل الله يعني منطقة الصعيد كانت العملية الكورونا يعني شد حيلها شوية هناك، فالحمد لله المؤسسة وفرت عدد من اسطوانات الأكسجين بفضل الله في عدد من مستشفيات العزل، وكمان وفرت كسوة للأطفال في العيد، اللي هو يعني احنا اي حاجه تفرح الناس ان شاء الله نبقى موجودين فيها، اي حاجه ندخل السرور فيها على قلوب الناس باذن الله نبقى موجودين فيها. وبتعاون الناس اللي بتتعاون مع مؤسسه سقيا الماء وفي ظهر مؤسسه سقيا الماء ان شاء الله نبقى افضل وافضل، وخيرنا كلنا يعني لولا الناس اللي بتتعاون مع مؤسسه سقيا الماء ما كانت سقيا الماء، ان كلنا خيرنا كلنا وجهودنا كلنا والتعاون بتاعنا كلنا يصل لكل مكان والأقصى بقعة في مصرنا الحبيبة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمكم يا رب ويتقبل منكم. اللهم آمين. وطبعا أرقام تليفون مؤسسة سقيا الماء موجودة على الشاشة علشان أي حد حابب إن هو يتواصل معهم في أعمال الخير، سواء بقى زكاة، صدقة، صدقة جارية، وربنا يتقبل من الجميع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهاية حلقتنا، ربنا يكرمك. وبشكركم مشاهدينا وأسيبكم مع آخر تقرير خير لمؤسسة سقيا الماء في حلقتنا النهاردة. تقدر تمشي قد إيه كل يوم؟ نص ساعة، ساعة، ساعتين، 3 ساعات؟ طب تخيل بقى لو ده مشوارك كل يوم ومش مرة واحدة، لأ، مرتين.
طب تعرف ان لو ده ما حصلش مش هتقدر تشرب مية. ما عندناش بير مية خالص والله هنا. واحنا البير بعيد منا حوالي 4 كيلو ولا 5 كيلو. واحنا مجبرين نمشي نجيب مية. المشوار بعيد. يمكن مكان نهار حر ونهار شتاء مجبرين نجيب مية من مشوار بعيد. والجراكن نشيلوا فيه جراكن ثقيلة. نشيلوا بالجركة. أنا والعيال نجيبوا فيه على رجلينا من مشوار بعيد. نحن فانا في ظروف صعبة شوي من المية. حاليا الأربع جراكن دول نروح بيهم على بعد 9 كيلو عشان ما فيش مية. وانتوا شايفين ركب الحمارة دي ممكن 9 كيلو نروح فيهم في 3 ساعات 4 عشان نجيب لهم مية. نحن ما شغالين بالحياة كده. الحياة شغالين الحمارة والجراكن زي ما انتوا شايفين. والمنطقة هذه ما فيش شبيار زي ما انتوا شايفين ولا حد عند بير إلا مرة حمارة بي. بروح المشوار ده 3 مرات ولا 4 ونشيل الجراكن دي 2 ولا 4 والجراكن دي ثقيلة مشوار بعيد حوالي 4 أو 3 كيلو من بير من بعيد خالص. ونمشوا بالحر ونمشوا بالشتاء وبالمغرب عشان نجيبوا مية. والله محتاجين بير ما عندناش بير مية. لو تم في شتاء حنطلع، لو تم في حر حنطلع، لو تم في غبارة حنطلع، لأننا مزنوقين بالمية. لازم نجيب مية للعيال. هذه لا تأخير فيها. لازم. ما فيش مية تطلع. لازم كل يوم زي ما أنت شايف 4 جراكن ما يقضوش البيت يوم. ونروح على بعد 9 كيلو. ومسافة بعيد يعني مش قريب. ساعدنا وساهم معانا عشان نقدر نوصل المية لأهلينا في كل القرى البعيدة والفقيرة. فإنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. مؤسسة سقي الماء نعمل من أجل الإنسان.